إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. في حلقة اليوم سوف نشرح عملية إضافة خطوط عربية جميلة للويندوز والبرامج، وسنطبق هذا الشرح على مايكروسوفت أوفيس وورد وبرنامج المونتاج فيلمورا ووندرشير. يمكننا استعمال هذه الخطوط في عدة برامج مثل برامج المونتاج وبرامج تحرير النصوص وبرامج الأدوب فوتوشوب. الكثير منا يعاني من الخطوط التلقائية الخاصة بنظام الويندوز، فعند استعمالنا الخطوط التلقائية المثبتة على نظام الويندوز نجدها غير جميلة لأن الإصدار يكون مبرمج باللغة الإنجليزية، وكذلك مطور البرامج لا يستعملون خاصية إضافة وإدماج الخطوط الجديدة في البرامج التي ينتجونها سواء كانت برامج مونتاج أو غيرها. يمكنك تطبيق هذا الشرح على نسخ الويندوز رقم 7 و8 و10 وحتى نسخة الويندوز XP النسخة القديمة. نتابع الشرح على بركة الله. العملية بسيطة جدا، تركت لكم أسفل الفيديو رابط يحتوي على ملف فيه أكثر من 600 خط، ما عليك سوى الولوج إلى هذا الموقع ثم تقوم بتحميل الملف، ثم بعدها تقوم بالولوج إلى الملف، ثم ننسخ الخطوط كلها، ثم نذهب إلى علامة الويندوز، ثم نضغط على Control Panel أو Panel de Configuration، ثم نبحث على كلمة بوليكس. هذا الملف خاص بالخطوط، ثم ننسخ الخطوط في ملف البوليكس، ثم نضغط على أوكي. وهكذا، إذا لقد تمت إضافة هذه الخطوط إلى نظامنا الويندوز. الآن سوف نذهب إلى محرر النصوص مايكروسوفت وورد ونجرب ذلك. إذا نفتح برنامج المايكروسوفت وورد، ثم على سبيل المثال نكتب مرحبا بكم في قناة ديزاتاك هكذا، ثم نقوم بتكبيرها قليلا لكي تكون واضحة، ثم نذهب إلى هذه الخانة، خانة الأريول، هذه هي خانة البوليكس، ثم نضغط على هذه العلامة، ثم فقط بمجرد الذهاب بزر الفأرة فوق هذه الأقسام سوف تتغير الكتابة وتكون جميلة. على سبيل المثال هذه الكتابة أو هذا الخط اسمه القسم بي دي. إذا وهكذا، هذه هي جميع الخطوط. إذا لنجرب مرة أخرى على برنامج المونتاج. إذا هنا أيضا على سبيل المثال في برنامج الفيلمورا ووندرشير نختار هذا المثال من النص الذي سوف يظهر هكذا. إذا نكتب هنا العنوان على سبيل المثال أيضا مرحبا بكم في قناة ديزاتاك، ثم نقوم بتكبير الخط قليلا على سبيل المثال هكذا، 80 سوف يكون أفضل، ثم فقط نقوم بالذهاب بزر الفأرة فوق الخط الذي نريد ونضغط عليه. على سبيل المثال سوف أختار هذا الخط الذي يسمى بسوريا، إذا نضغط له وهكذا، إذا أصبح لدينا هذا الخط الجميل. إذا هذا كل ما كان في حلقتنا اليوم. في درس وحلقة قادمة إن شاء الله. إذا واجهت أي مشكلة يمكنك ترك تعليقي أسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد.